يسنايا مدينة رائعة جدا من خلال أخذ الكفر ومن خلال التمركز، في كتير لاعبين بيتمركزوا فيها، وإذا أنتوا حبيتوا تاخذوا مكان عالي على البيوت اللي تحت مثل بيوت السعادة والبيوت اللي جنبها، ومكان ما راح يتوقع الخصم وجودكم فيه أبدا، بكل بساطة بتفتحوا باب البيت الأخضر الكبير، من بعد بتطلعوا على الحافة وتنطوا على سطح البيت أكيد عبر التسلق، وهيك أنتوا بتكونوا سيطرتوا على كتير بيوت تحتكم. بنفس الوقت بكون تنتبهوا من البنات اللي وراكم اللي ممكن حد يغدركم فيها، فخذوا الحذر والاحتياط والانتباه. لنفترض أنه دمك صفر وأنت محاصر بهيدا البيت وخصمك بده يطلع عليك، أنك تتخبى ورا هيدي الخشبة خصمك مستحيل يشوفك، ولما يفوت ما رح يتوقع أبدا أنك أنت قاعد ورا الخشبة، وأنت هيك فيك تغدر خصمك بطريقة أسطورية. شوفوا كيف أنا لما فوت ما رح شوف خصمي أنه موجود جوا ورا الخشبة، ورح تنصدموا عن جد.